السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس 25 من دروس تيكلا خرسان. الدرس اللي فات اتعلمنا إزاي نعمل لوحات تسليح السلالم، وعملنا أول سلم عندنا اللي هو من منسوب 0 لحد منسوب 33. الدرس ده إن شاء الله هنتعلم إزاي ناخد اللوحة دي ونعمل لها كلون، ونعمل السلم اللي هو من منسوب 33 لحد منسوب 66. فيلا بينا ندخل في التفاصيل. هنفتح البرنامج مع بعض، هنضغط عليه دبل كليك، بعد كده نضغط اوكي، دبل كليك على الموديل بتاعنا، نكبر كده، هنختار السلم اللي في الدور الثاني، رايت كليك، كرييت فيو، ديفولت فيو اوف بارت، بعد كده هنيجي هنا ونختار البلان توب فيو، نختاره كده، نضغط كنترول ال، نختار لوحه السلم بتاع التسليح. كلون، كلون سيلكتد، كلوز. بعد كده نختار اللوحة الجديدة، رايت كليك، بروبرتيز، نغير المنسوب 33 ل 66، موديفاي، كانسل، نعمل لها ريفيجن، تي اس دي، لود، كرييت، كانسل، اوبن. نقفل الدروينج ليست. بعد كده نختار السلم ده، رايت كليك، هايد شو، شو ان دروينج، هنغير رقم الشيت، خليه 25، موديفاي، كانسل. تعال بقى نبتدي نظبط التسليح ده بما يتناسب مع المناسيب الجديدة. واضح هنا ان في مشكلة في النمبرينج، هنقفل اللوحة دي، يس، نقفل الفيوهات دي مش عايزينها، نسيب ده بس. drawing rewards perform numbering number modified objects save numbers. بعد كده نضغط Ctrl L، دبل كليك على اللوحة بتاعتنا، نقفل دي. تعال نقرب على البلان ده. الأول هنضغط remove all mark، دبل كليك على البلان ده، part mark، main part، نشيل الكلام ده، remove، modify، كانسل. تعالى واحدة واحدة كده نظبط السكشن دي، دبل كليك على السكشن ده، ندخل على اتريبيوتس، نزود هنا 3300، 990 زائد 3300، 4290، 3300 ناقص 1200، 200، موديفاي، كانسل. امسح الأبعاد دي، نمسح دي كمان. تعالى نضغط دبل كليك على السلم ده، نختار السلم ده، موديفاي، كانسل، كانسل دي. تعال نبتدي نظبط السكشن ده كمان، دبل كليك عليه، نكتب هنا 4910 وهنا تبقى 6600، موديفاي، كانسل، نمسح دول، دي كمان، رايت كليك، موف لينير، نختار نقطة هنا، نطلع لفوق 3300، انتر، اسكيب، دبل كليك على السكشن ده، نكتب هنا 400، هنا 5600، موديفاي، كانسل، نمسح دول، دي كمان. سكشن الكاميرا دبل كليك عليه، هنختار الرقم ده كده، رايت كليك، كوبي، نفتح الآلة، رايت كليك، بيست، زائد 3300، رايت كليك، كوبي، نكتبه هنا، بيست، ناخد الرقم ده، رايت كليك، كوبي، الآلة، رايت كليك، بيست، زائد 3300، رايت كليك، كوبي، نحطه هنا، موديفاي، كانسل، نعلم على دول كده، دي كمان، دي كمان، رايت كليك، موف لينير، نختار نقطة هنا ونطلع كده 3300، انتر، سكيب، نشيل دي كده، نمسحها، ديليت، دي كمان، دي كمان. السكشن ده دبل كليك عليه هنا، 5610، 4910، ديفاي،
كانسل، اختار الابعاد دي نمسحها، نمسح بقى الكلام ده. السكشن ده محتاج يصغر شوية، اختار النقطة دي ارفعها لفوق كده، ديليت، نمسح دي كمان، دي كمان، دبل كليك على السلم ده، نختار ده موديفاي، ده كمان موديفاي، كانسل، نمسح دول، ديليت، نختار دي، كنترول، نختار دي كمان، رايت كليك، كوبي، لينير، نختار نقطة هنا، نجيبها هنا، اسكيب. تعال بقى نبتدي نظبط السكاشن دي زي ما ظبطنا السكاشن في السلم في الدرس اللي فات. تعالى واحدة واحدة نبتدي بسكشن A. تعالى نكبر الفيو ده شوية عشان الأشاير تظهر. دبل كليك عليه نظهر البلاطة. فلتر، نزود هنا 5، ديفاي، كانسل، نشيل دي كده، نكبر شوية، نجيب الناحية دي شوية. تعالى ناخد الكات لاين ده، كوبي، رايت كليك، كوبي، لينير، نختار النقطة دي، نختار النقطة دي، اسكيب. تعالى نحط الأبعاد للسياخ المنقطة الأول، رايت كليك، اد مارك، دايمنشن مارك، رايت كليك، اد مارك، دايمنشن مارك، طلعها لفوق، رايت كليك، اد مارك، دايمنشن مارك، انزلها تحت كده شوية، دبل كليك عليها، اختار هنا زيرو ستيربس، لود، موديفاي، موديفاي، كانسل، دبل كليك على دي كده، جنرال، نختار الشكل ده، نختار هنا دايرة، ديفاي، نزلها لتحت كده، ندخل على كونتنت، نشيل العلامات الصح، نعلم على كونتنت بس، نختار دي كمان، باك سبيس، دبل كليك على تكست، سلاش، ستيب، اوكي، نختار الستيب هنا، نكتب 2.5، سيلكت، نارو، موديفاي، ممكن كمان نسيفها، زيرو، ستيب، سيف از، كانسل، نجيب دي الناحية دي هنا، تعال نفرد الحديد، نوت، زاوية ليدر، اسكيب، دبل كليك عليه، زيرو بار، لود، موديفاي، ابلاي، اوكي، نوت، زاوية ليدر، اختار السيخ ده، نزله كده، ده كمان، نزله، ده كمان، الإشارة، اسكيب، هنظبطهم شوية كده، تمام، كده السكشن ده خلص. تعالى بقى نبتدي نظبط السكشن ده. دايمنشن، فيرتيكال، اختار نقطة، بعدين التانية، سكرول، هوريزونتال، نقطة، تانية، سكرول، طلع دي لفوق كده، ننزل دي، ننزل دي كمان، دروينج، نود، زاوية ليدر، فرد الكانة، دبل كليك على ده كده، اختار هنا زيرو تي اس زي، لود، موديفاي، ده كمان موديفاي، ابلاي، اوكي. تعال نظبط الكاميرا، تعال نحط الابعاد للكنات، رايت كليك، اد مارك، دايمنشن مارك، طلعها فوق كده، ده كمان رايت كليك، اد مارك، دايمنشن مارك، ده كمان اد مارك، دايمنشن مارك، دبل كليك عليه، اختار هنا زيرو ستيربس، لود، موديفاي، اختار ده كمان، وده كمان،
موديفاي كانسل، ننزل دي لتحت شويه كده. تعال بعد كده نفرد الحديد نود من زاويه ليدر، كده السكشن ده كمان خلص. تعال نظبط السكشن ده، نمسح دي، هنختار الحديد ده رايت كليك هايد، هايد فروم دروينج فيو، اختار ده كده رايت كليك اد مارك دايمنشن مارك، دبل كليك على ده، نختار دول كده موديفاي كانسل، دبل كليك على دي كده، نختار ده موديفاي، نختار ده كمان نشيل العلامات الصح، كونتنت موديفاي كانسل، ننزل دي كده، دي كمان. تعال نفرد الحديد نود زاوية ليدر، كده السكشن ده كمان خلص. تعال نخش على سكشن سي، نشيل دي كده ديليت، نسيب الاتنين دول، نمسح الباقي، رايت كليك على ده هايد، هايد فروم دروينج فيو. تعال نحط الأبعاد، رايت كليك اد مارك دايمنشن مارك، دبل كليك على البعد ده، نختار كده موديفاي كانسل، بعد كده دبل كليك على ده، نختار ده كده موديفاي، نشيل العلامات الصح، نعلم على كونتنت موديفاي كانسل، نجيب دي الناحية دي كده. كده خلصنا السكشن ده. تعال نعمل له التفريد كمان، نود زاوية ليدر، تعال نشيك على البلان بقى، تعال نحرك الحاجات دي بعيدة عن بعضها، رايت كليك ادجست لوكيشن، طلعها لفوق كده، نكبر الفيديو ده شوية. مش عايزين نظهر الأعمدة اللي بعد كده، ندخله جوه شوية كده، رايت كليك ادجست لوكيشن، ننزله تحت هنا، رايت كليك ادجست لوكيشن، طلعه فوق كده شوية. طبعا السيخ ده عليه تو ديسكريبشنز، عايزين نعرف مين بتاعه ومين مش بتاعه. ده بتاع ده اوكي، ده بتاع اللي فوق، دبل كليك عليه، نختار هنا السهم موديفاي، طلعه لفوق كده، نختار اللون ده موديفاي. هنا في اسياخ ظاهره من السلم اللي تحت، هنعرفها ازاي؟ هتلاقيها مقطوعه من هنا، النهايه بتاعتها مش زي دي كده، ولا زي دي، ولا زي دي، فبالتالي هنختارها كده كنترول، نختار ده كمان رايت كليك هايد، هايد فروم دروينج، طلع ده فوق كده، دبل كليك على ده، اختار ده ونعمل موديفاي كانسل، اختار الفيو ده ونظبطه شويه، نظبط الحدود بتاعته لحد نهايه العمود هنا، نهايه العمود هنا، رايت كليك ادجست لوكيشن، ننزله تحت شويه كده، ننزل ده كمان، رايت كليك زوم اوريجينال. كده الحمد لله اللوحه بتاعتنا خلصت بالكامل. هنطبعها بقى، برنت سيلكت اريا، نختار النقطه دي، بعد كده نعلم على سناب تو اني بوزيشن، نختار نقطه هنا، برنت كلوز، نقفل دي يس، هنضغط كنترول اس، وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. شكرا ليكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.